بص عشان نبقى عارفين الترتيب ماشي. الترتيب عندنا يبقى أحمد وعمر ومصطفى وبعدين لوجين ومالك، تمام؟ يعني لما نيجي نحل بالدور كده يبقى عندنا أحمد عمر مصطفى لوجين ملك، عشان ما نقعدش إيه ننادي على بعض كتير، تمام؟ يبقى كل واحد عارف دوره يقول، يعني لما يقول الدور اللي بعده يبقى يحل على طول، تمام؟ يلا يا أحمد. ماشي، هتبقى 2.4. أول واحدة A B C مش كده؟ A ب 90 و A ب 5 B C ب 13. طبعا هنجيب A C مش كده الأول، يبقى 12 سنتيمتر، يبقى tan B يبقى 12 over 5. تمام، برافو عليك يا أحمد، يبقى 2.4 إجابة صحيحة، ممتاز. طيب بعد أحمد عندي عمر. عمر يلا يا عمر على طول. ها يا عمر، اي بي سي رايت انجل تراينجل. عمر سامعني؟ عمر نشوف مصطفى. مصطفى جاهز؟ أنا بصر. ماشي، بيقول لي اهو رسمت انا التراينجل اهو، اي بي سي رايت انجل تراينجل ات بي، صح؟ ادي اي بي سي رايت ات بي، رايت عند البي، كوساين اي 0.6، بترجمها ازاي دي كوساين اي؟ مترجمها ازاي؟ الادجيسنت على هايبوتنس. الادجيسنت على هايبوتنس، تمام صح كده. يبقى انا دور يا مستر. لا احنا قلنا الدور، مش انا قلت ترتيب الدور؟ اه بعد لوجين. بعد مصطفى صعب، بس لسه ما خلصناش يا لوجين. ها يبقى هنا الكوساين يبقى 0.6، يعني 6 اوفر 10، صح كده يا مصطفى؟ صح، يبقى ده ال 6 وده ال 10. انا مش عايز كل واحد يهتم بالسؤال بتاعه، بس احنا عايزين نبقى فاهمين كلنا، بس ترتيب بس علشان ايه اتاكد ان الناس كلها معايا، تمام؟ المفروض ان انا هجيب بي سي يبقى بكام يا مصطفى؟ البي سي هيبقى ب 8. ايه تمام، هو عايز ساين ايه بقى؟ ساين ايه؟ اللي هي تبقى كام؟ الساين ايه هيكون الاوبوزيت على الهايبوتنس. اه يعني 8 اوفر 10. 8 اوفر 10 اللي هي انهي اجابه بقى فيهم؟ اللي هي 4 اوفر 5. تمام، برافو عليك، ممتاز. For any two acute angle يا لوجين، يلا A and B. A plus B equal 90. تمام؟ A plus B equal 90. هت equal sin A plus cosine B equal cosine B، يعني sin A equal cosine B اللي هي الاختيار الأولاني، صح؟ يعني السين بتاع D equal cosine بتاع D، أو العكس cosine A equal sin B. تمام، برافو عليك. ماشي، نشوف اللي بعد كده. عندنا ملك، نرسم بس، هرسم الأول. عندي ترابيزيوم، طبعا عارفين شكل الترابيزيوم، بيكون شكله كده اهو، تمام. في عندي انجل 90، لايت ترابيزيوم، الشكل ده اهو. دايما دايما كده بيكون عندي ترابيزيوم ان اي دي فوق
وهو اللي بيكون بارلل سوري اي دي بارلل تو بي سي اهو اي دي فوق اهي وبي سي تحت اهو دايما كده الترابيزيوم بيكون ترتيب الحروف بتاعته كده ومديني ان انجل بي رايت اهو يبقى انجل بي رايت ومديني اي دي ايكوال 4 تمام ومديني اي دي ايكوال 7 ومديني بي سي ايكوال 10 تمام عايز كوساين دي سي بي يلا يا ملك هنعمل ايه حليتيها هنعمل لا. ايه لا كانت صعبه شويه هنعمل هو اصلا انا ما حلتوش يعني ما حلتوش خالص لا كده نزعل بقى كده نزعل لا ده هو شيت ده هو كويس لا والله اصل انا دخلت جروب متاخر الجروب الواجب كان بعد فانا ما جاليش طيب ماشي سماح المره دي انا اصلا والله يعني رجعت حد ماشي يلا طيب الدور عند احمد ولا مصطفى ماشي طيب قول يا احمد هنعمل ايه بص اي ترابيزيوم يجي لنا لازم يتقسم اي ترابيزيوم يجي لنا لازم يتقسم مين عمر عايز اكونت تاني ولا عايز ايه عمر عايز ايه قول لي كده عمر عايز ايه عايز اللينك عمر مش فاهم يا عمر عايز ايه انا ما جاليش اصلا طلب تاني طيب ماشي لو دخلتها ماشي لو دخلتها هقبلك ماشي تمام معلش يا جماعه طيب احمد معلش يا احمد نرجع تاني نقول هنعمل ايه احمد هنعمل لاين سيجمنت من ال سي من ال سي طبعا دي ده الحل التاني بس دايما زي ما كنت بقول الترابيزيوم بنعمل ايه نروح مقسمينه الى تريانجل وريكتانجل تمام ريكتانجل تريانجل وريكتانجل بالشكل ده طب لو هو جالي ترابيزيوم بالشكل ده كده مثلا اهو بالشكل العادي بتاعنا بنروح مقسمينه برضه الى اثنين تريانجلز وريكتانجل تمام ليه بقى هيبقى اللي في النص ده نقول دي اي مثلا اهو يبقى اللي في النص ده كده ريكتانجل يعني دي 7 هتبقى دي 7 كمان تمام مش ده انا عايز اسال سؤال بس هو احنا يعني اصله بيقول لي بروف انا لما جاب بروف يعني بروف يعني طلع الناتج طلع الريزلت بتاع ده كده لو طلع 1 اوفر 5 يبقى صح يعني هو مديك الانسر يعني دي حاجه كويسه يعني فاهم يعني بروف ان الاجابه يعني عارف المعاصر لما بيحط لك الاجابه في الجنب كده هو دي زيها ده هو الراجل كتر خيره ومساعدني ومديني الاجابه بدل ما يقول لي هات لي الناتج بتاع ده وممكن يطلع صح ويطلع لا بروف انا كده لازم اطلعه بقى 1 اوفر 5 الف وادور لحد ما اخليه ايه 1 اوفر 5 تمام يبقى انا هجيب الناتج بتاع ده كوساين دي سي بي ماينس 10 اي سي بي تمام طيب الترابيزيوم ده قلنا نتعامل معاه ازاي قلنا بالكلام ده هنقسمه الى ريكتانجل وتراينجل ده 7 وده ايه 7 ده 4 يبقى ده 4 صح طيب اللي تحت ده بي سي كله كام 10 خدنا منه 7 يبقى 3
يبقى 3. تمام. طب ما هو ده رايت انجل، قلنا رايت انجل 3 4، يبقى الثالثه كام؟ 5. 5 على طول. لو جبنا اللينس اللي عندك اللي انت عايزه بقى اجيبه لك، عايز دي سي بي. هو بيقول لي دي سي بي، هي دي سي اي، هي دي سي بي، يعني ممكن تكون دي اي، هي هي. واحد، في التراينجل ده الكوساين بتاع دي سي اي بكام؟ كوساين دي سي اي بكام؟ اللي هو الادجيسن على الهايبوتنس. 3 اوفر 5. 3 اوفر 5. تمام. ماينس تان اي سي بي، يبقى احنا زي ما انت قلت بقى كده، هاجي اروح موصل الاي بالسي، الاي بالسي. تمام؟ ماشي. يبقى تان اي سي بي، اوصل الاي بالسي. اهو، يبقى تان اي سي بي تبقى بكام بقى التان؟ التان ما انا عارفها اللي هي الاوبوزيت على الادجيسنت. 4 اوفر 10. تمام، برافو عليك. نعمل ده ماينس ده بالكالكوليتور باي حاجه، ماينس 3 اوفر 5 دي تبقى 6 اوفر 10، ماينس 4 اوفر 10 يبقى ايكوالز 2 اوفر 10، يعني اللي هي 1 اوفر 5. تمام؟ ماشي كده؟ خلاص يا عمر كده دخلت؟ تمام كده ظبط معاك؟ عمر المايك اشتغل ولا لا؟ ماشي. طيب نكمل، احنا هنرجع للالجبرا تاني. نرجع للالجبرا، يعني عشان برضه ما نسيبش فرع كده، هنرجع نحل على الريليشن. الريليشن وايه كمان؟ يا مستر، يا مستر. ايوه ماشي. كان عندي عيب في الجهاز التاني، فقررت ان انا اغير اجهزه، فاخدت وقت على ما غيرت الجهاز. طيب تمام، يعني المهم كده انت معانا. حضرتك حضرتك بص، انا عندي سؤال. ماشي معاك. ولو لو عندي اللينس بتاع التو سايدز، عشان نسيت، ازاي بطلع اللينس بتاع السايد التالت؟ بالرايت انجل تراينجل. الرايت انجل تراينجل تعمل ايه؟ دي كده. ده 6 و 8 البايسبرس، فاكر البايسبرس ولا مش فاكرها ولا ما كتبتهاش ولا ايه؟ اللي هي انت عندك روت 6 باور 2 بلس 8 باور 2 يطلع 10. طب يعني يعني مساله رقم واحد في تشوز دي طلعت الصح التالت ب 12 ازاي؟ نفس الطريقه؟ اه، روت ها 13 باور 2 ماينس 5 باور 2 يدي 12. انا عندي قاعده بتقول بتاعت بايثاغور السيرم اللي بتقول اي بي باور 2 اللي هو الهايبوتنس باور 2، سوري بي سي باور 2، هنا بي سي باور 2. ايوه بي سي باور 2 اللي هو الهايبوتنس باور 2 ايكوال اي بي باور 2 بلس اي سي باور 2، يعني ده باور 2. ال 5 باور 2 25، ال 13 باور 2 169، ال 12 باور 2 142. لو انت جمعت ال 144 بلس 25 تديك 169. تمام؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا لو انا امتى دلوقتي لما اعمل لهم بارتو، امتى اعمل لهم بلس وامتى اعمل لهم ماينس؟ تمام. اعمل لهم بلس لو انا عايز اجيب الكبير، الكبير بتاعه الهايبوتنس. تمام. تمام؟ يعني انا لو ناقصني زي المساله اللي تحت دي، انا معايا ال 6 وال 8، عايز اجيب ال 10، يبقى انا اعمل بلس لدول الصغيرين. طب معايا ال 10 وال 6 عايز اجيب ال 8، يبقى اعمل ماينس. ما هي 10 وال 8 يبقى اعمل ماينس. تمام حضرتك. ده باور 2، ده باور 2، ونعمل لهم ماينس. تمام تمام حضرتك. ماشي. طيب. شكرا. العفو. ماشي، واقفين. قلنا احمد اتكلم، عايزين عمر انت اتكلمت اهو ولا تحل معايا؟ انت حضرت معايا الحصه اللي فاتت؟ عمر؟ انا قطعت عليا في اخر ثلث ساعه في الحصه، فمش عارف. بس يعني فهمت حكايه الريليشن. الايه؟ الريليشن ولا ايه؟ حضرت الحته بتاعت الكوساين والتان. ماشي، بس الحصه اللي قبلها بقى حضرتها بتاعت الريليشن الجبرا؟ حضرتها. تمام ماشي. الريليشن فاكر الريليشن فروم اكس تو ايه؟ واي، نفتكرها مع بعض كده. الريليشن لو احنا قلنا كده
قلت لو انا عندي كده ست كده برضو معانا ملك اشرف اول مره تخش برضو ده على الموضوع اللي احنا هنحل عليه النهارده ماشي يا ملك ركزي معايا بقى اكس والواي لو انا قلت الاكس 2 و 4 و 6 تمام وعندي هنا 4 و 8 و 10 و 12 عايز اعمل ريليشن هو بيديني نوع الريليشن ايه بيديني ريليشن بيقول لي ايه 2a equal b 2a equal b يعني لو ضربت الa times 2 تديني الb تمام 4 وال 4 ايوه يبقى دي ريليشن علاقه ما بين الاكس وما بين الواي تمام يبقى احنا بنقول ايه الريليشن بنكتبها r equal ها لو انا عملت الاي اللي هو الاي ده تبع الاكس والبي ده تبع الواي تمام لو انا عملت الاي تايمز 2 يعني 2 تايمز 2 تديني 4 يبقى 2 تروح لل 4 و4 لو عملتها تايمز 2 تديني 8 و6 تايمز 2 تديني 10 دي الريليشن اللي عندي في السؤال ده كل مساله ليها ريليشن مختلفه يبقى الاليمنت 2 بيرتبط بالاليمنت 4 والاليمنت 4 بيرتبط بالاليمنت 8 والاليمنت 6 بال 12 يبقى بنكتبها بالشكل ده 2 مع ال 4 4 مع ال 8 و 6 مع ال 12 تمام دي ريليشن بين x اند y طيب بنقول بقى كل اليمنت في الاكس خارج منه ايه واحد ار واحد او بيظهر كفيرست بروجكشن مره واحده بيظهر اول واحد مره واحده بس يعني مفيش تكرار لل2 ولا تكرار لل4 ولا تكرار لل6 تمام يبقى بنقول دي الريليشن دي تبقى اسمها ايه اسمها function تمام relation دي تبقى function يبقى ايه الفانكشن هي each element represent as a only one time او each element has only one arrow ليه سهم واحد بس each element has only one arrow تمام طيب يبقى دي function ماشي والسبب اللي قلنا عليه كده طيب احنا بنقول على الاكس دي اسمها دومين بنقول على الاكس دومين بنقول على الواي كو دومين الواي كو دومين تمام الست الاكس دي اسمها دومين والست الواي دي بنسميها كو دومين تمام نيجي بعد كده نجيب حاجه اسمها رينج الرينج ده ما بيجيش الا لما تكون ايه الريليشن دي فانكشن اللي هو الناس اللي رايح لها الاسهم دي اللي هي ال 4 وال 8 وال 12 4 و 8 و 12 دول الريليشن او دول الرينج دول اسمهم ايه؟ الرينج يبقى الرينج 4 و 8 و 12 الرينج دايما وابدا الرينج دائما بيكون سبسيت من الكو دومين ها؟ الرينج سبسيت من الكو دومين جزء من الكودومين طبعا لان الكودومين 4 و 8 و 10 و 12 لكن الرينج 4 و 8 و 12 بس يعني كل الاليمنت بتاعت الرينج دي موجوده في الايه في السيت واي يبقى الاكس هي الدومين والواي هي الكودومين والرينج هو الايه الاليمنتس اللي رايح لها الايه الاسفل تمام طيب احنا قلنا ممكن بنرسمها بشكل ايه اسمه كارتيزيان دايجرام هو ممكن بدل ما يكونوا الاثنين جنب بعض الاكس والواي كده بارلل بيكونوا بيرفنديكولار وارسم الخطوط كده اهي بتاعتي دي الاكس ودي الواي ودول يبقوا كده اهو تمام قلنا الاكس 2 و 4 ونفس الرسمه بس بيرفنديكولار وهنا 4 و 8 و 10 وفي 12 كمان قلنا ال 2 مع ال 4 بنعمل علامه كده قلنا ال 4 مع ال 8 قلنا دي مش كارتيزيان برودكت كارتيزيان برودكت بنعلم على كل الانترسكشنز دي
لكن في الريليشن بعض الاليمنتس تمام 6 و 12. طيب الرسمه دي اعرف انها فانكشن منين؟ الاقي كل خط كل عمود في علامه واحده بس، كل عمود في علامه واحده بس. Each vertical line has only one sign. Each vertical line has only one sign. تمام؟ يبقى دي على طول تبقى ايه؟ function. يبقى بنعرف function. اتفضل. مين احمد؟ طب هو ايوه هو الدومين لو كان فيه element، الاليمنت دي ملهاش ارو يعني في ينفع؟ زي التن كده مثلا؟ يبقى ليها ارو. لا لا في الاكس مش لا ما ينفعش، لازم كل element يخرج منه سبب واحد. لازم. تمام الدومين كل الاليمنتس ليها صور. وليها ايمج. انا عندي سؤال، لو الايه لو عندي في سؤال ذات نفسه الايه اديت في انفرس البي دي انا بعملها ازاي؟ هيجي لي الاكزامبل ده انا هحله معاك. تمام؟ انا هعمل لكم اسئله كتيره يعني، انا مش النهارده مش هناخد الا الدرس ده، نكمل عليه لان هو يعني عمود اليونت. تمام؟ طيب بنقول ان اف 2 ما دام دي فانكشن بقى ايكوال 4. يعني ايه اف 2 ايكوال 4؟ يعني الفانكشن الايمج طبعا كلكم عارفين الايمج بقى بتشوفها في الكمبيوتر والكلام ده والموبايل. تمام؟ الايمج بتاعت ال 2 4 يعني صوره ال 2 4 اسمها اف 2 ايكوال 4، الكلام ما بتكتبش اف دي الا لما تكون فانكشن ها؟ واف 4 تبقى ايكوال ايه؟ اف 4 تبقى ايكوال ايه؟ 8. تمام؟ و F6 تبقى equal 12. يبقى F2 equal ايه؟ 4 و F4 equal 8 و F6 equal 12. يبقى الـ image صورة الـ 2 4، صورة الـ 4 8، صورة 6 12. تمام؟ يبقى دي اسمها الـ images. طيب نرجع للحل بتاعنا كده. نشوف كده احمد حل مش كده وعمر. عمر يلا حل كده يا عمر. احنا قلنا اتفقنا ان احنا هنمشي بالدور وكل واحد يجهز دوره وكل واحد يقول اسمه قبل ما يحل ماشي، علشان يعني اللي بعده يجهز ماشي. ما هو انتوا مش عارفين بعض ومش عارفين اصوات بعض، فاحنا هنمشي. طب مستر ممكن تقول اسامي تاني؟ حاضر، ما انا هقولهم تاني. هنمشي بالدور احمد، عمر، مصطفى، روجين، ملك، سامح، وبعدين ملك اشرف. تمام؟ بالدور بالترتيب كده، كل واحد يعرف يقول اسمي، انا احمد يقول انا احمد، اللي بعده كده، عشان مش عايز اقعد اضيع وقت في ان انا اقعد انادي عليه. اوكي؟ فاحنا واقفين دلوقتي عند عمر، تاني احمد، عمر، مصطفى، روجين، ملك سامح، ملك اشرف. تمام؟ يلا يا عمر. If is a function from the set x to the set y then x is called اتوقع تبقى the range تبقى the domain of the function f. The domain ايه اللي بتقول range اللي بقى؟ بتاعت الـ x. الـ x قلنا الـ domain. تمام؟ x equal domain. تمام. مصطفى ها y is called ايه يا مصطفى؟ y is called good domain. Codomain تمام. Y is called the codomain تمام. Number 4 ها. Number 4 number 4 مين؟ كل واحد يعرف دوره رقمه. Number 4 لوجين. لوجين موجودة؟ يا مستر بس مش المفروض الأول في ولد كمان مصطفى تقريبا. ما قال مصطفى. طيب ماشي نمبر 4 نمبر 3 سي نمبر 3 اكس ايكوال 1 و 2 سي متأكدة يا روجين؟ لا ايه برضه متأكدة؟
هي الشكل يعني ايه داخل في بعضه شويه. بصي كل عايز كل element يخرج منه سهم واحد بس. هي مسائل زي دي بتيجي في الامتحانات ولا؟ ده اسئله امتحانات مش صعبه. هي صعبه دي ولا ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ اصل شكلها معقده شويه. انا عمر. لا هي شكلها يا عمر ممكن تكون يعني صعب بس انت اتعود عليها. ما فيهاش حاجه. انت لما تفهمها تلاقيها سهله قوي. تمام مستر. خلاص دي تقريبا. طب اخر كلام صح دي؟ دي. بص كده. بص الوان خارج منها سهم صح رايح لنفسه، وخارج منه ايه سهم رايح للتو. يبقى الوان خارج منها كام سهم؟ سهمين. سهمين بقى، واحد رايح لنفسه وواحد رايح للتو. ما ينفعش مش فانكشن، لان كده الوان خرج منها سهمين. طيب تعالى شوف كده الثاني. ها التو خرج منها سهم. انا ماليش دعوه رايح فين، يروح مطرح ما يروح، بس المهم خارج من التو سهمين اهو. تمام التو خارج منها سهمين، يبقى هنا ايه؟ يبقى التو، يبقى بي ما تنفعش. طيب سي. طب ما السي ما يا مستر منوال خارج منها سهم، بس التو مش خارج منها حاجه. لازم ايه؟ لازم كل اليمنت يخرج منه سهم. تعالى هنا بقى، 1 خارج منها سهم واحد، والسهم الثاني ده خارج من التو رايح للوان، يبقى واحد خارج من الوان واحد خارج من التو. اعتقد سهله كده يا عمر ولا ايه؟ ايوه حضرتك فهمت. يعني انا لو جيت اكتب الار هنا تبقى 1 1، وايه و2 و1 صح كده؟ دي الار 1 مع 1 و2 مع ال1. طب الرينج تبقى ايه هنا كده؟ الرينج تبقى ايه؟ استنى حضرتك. الرينج تو 1. ليه تو 1؟ الرينج اللي هو السكند بروجيكشن اللي رايح له الاسهم ال1 بس. الرينج تبقى ال1. تمام؟ الرينج تبقى ال1 بس، لان ال1 هي اللي رايح لها سهم بس. تمام؟ طيب نشوف اللي بعد كده. الدور عند مين؟ عند ملك سامح صح؟ يلا يا ملك. In the following figure show the art diagram one of them is not a function. واحده فيهم مش function. واحده فيهم مش function. واحده فيهم يا ملك مش function. العبره بايه؟ ازاي ايه يا ملك؟ بص ال1 خارج منها كام سهم؟ واحد. 3 2 1. انا ماليش دعوه رايحين فين. ماليش دعوه. او ال1 خارج منها سهم، ال2 خارج سهم، ال4 خارج سهم. تمام؟ كلهم رايحين عند السي، ماليش دعوه. المهم ان الاكس خارج منها ايه؟ اليمنت واحد. كل اليمنت في الاكس خارج منه ايه؟ اليمنت واحد بس. يبقى هنا دي فانكشن، دي فانكشن على طول، والرينج بتاعتها سي. تعالي للبي، الاي خارج منها سهم، بي سهم واحد، سي سهم واحد. تمام تبقى فانكشن، دي مش فانكشن، والرينج بتاعتها ال1 وال2. تعالوا للسي، ال1 خارج سهم اهو بيلف اهو رايح لنفسه، ادي 1، وال1 خارج منها سهم تاني. ده ال1 خرج منها سهمين كده على طول، نوت فانكشن. مش هكمل كلامي خلاص. ال1 خرج منها سهم راح لنفسه، وخرج منها سهم راح ل3، يبقى هي نوت فانكشن على طول. واضح الكلام؟ تمام. طيب الدور عند ملك اشرف. فاهمه يا ملك ولا ايه النظام؟ انا سبتك للاخر كده على ما تستوعبي الموضوع كده. تمام يلا قولي. هو صعب شويه. مش صعب بس منك اول حصه، يعني منك اول مره. احنا الدرس ده يعتبر ثالث حصه في الالجبرا، فيبقى كويس ان انت تبقي ماشيه معانا. ها هنا الرينج دي فانكشن، هو خلاص ابصم بصم او اقر واعترف ان دي فانكشن خلاص. ار ذا ريليشن ار ريبريزنت فانكشن. عايز بقى هو الرينج. الرينج مين؟ اللي رايح له اسهم، اللي هو السكند تاني 3 4 5. بس احنا ما بنكتب الست ما بنكررش، ما بنقولش الحاجه مرتين. تمام كده ماشي. طيب نرجع لاحمد. هسيبك
تستوعب الموضوع اكتر، بس ما تسرحيش مننا. احمد يلا. The opposite diagram represent function x, its range. احمد احمد هنا ولا لا؟ ايش؟ ايوه يا محمد. يلا قول يا احمد. مستني. اللي هي ايه؟ الرينج ال هنا خلاص هو قال اوريدي فانكشن. الاي خارج رايح لمين؟ للاي، والبي رايح للاي، والسي رايح للاي. برافو عليك، ممتاز يا احمد. اي كلهم رايحين للاي، ما الاي مش خارج منها، البي رايح للاي، السي رايح للاي، الاي رايح للاي. تمام؟ طيب يلا اللي بعديها مين؟ ها نمبر 2 عمر. ايه الاخبار يا عمر؟ عمر اي حضرتك ايه؟ يلا مش انا قلت كل واحد يبقى جاهز كده، مش عايز ناخد وقت على ما ترد عليا. ها الرينج. بص بص سيبك اهو، ده فانكشن اهو. الوال رايح لفين؟ تعالى نكتب الار، تعالى نكتب الار ريليشن. الوال رايح لمين؟ 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف. ادي اوردر كبير اهو. طيب الزيرو رايح لفين؟ لنفسه. لنفسه يبقى 0 و 0. طيب النيجاتيف 1 او ال 2 رايح لفين؟ نيجاتيف 2 رايح لفين؟ نيجاتيف 1، ونيجاتيف 1 رايح نيجاتيف 2. اه بالظبط كده. هو قال لي فانكشن على فكره، مش هغلب نفسي اقعد اقول ايه هي فانكشن، لا هي فانكشن. لان هو قال تمام؟ هتجيب الرينج بقى منين؟ اللي رايح له اسهم، اللي هو مين؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1 تاني ونيجاتيف 2. يبقى نيجاتيف 1 و 0 ونيجاتيف 2. فين هي؟ نيجاتيف 1 و 0 فين هي؟ نيجاتيف 1 و 0 ونيجاتيف 2. مش موجوده اهي. اه سي 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. تمام ماشي. اللي بعده في ترتيب. اه ما هي دي ست، احنا قلنا الست ما مش مهم الترتيب، عارفينها من زمان ان الست مش مهم الترتيب. 1 و 2 هي 2 1، لكن الاوردر دي بير ده اللي الترتيب مهم، اللي هو ده. ده كده ما ينفعش اقول 1 ونيجاتيف 1 هي نيجاتيف 1 1، لا الترتيب مهم. تمام؟ نمبر 8 يلا. مين الدور عند نمبر 3؟ مصطفى. تمام تمام. هتكون مستر انا حليتها يعني على نفسي، هتكون ايكوال 4. الفور تمام، برافو عليك. انت بتجهزها بقى، انا مش عايزك تجهزها وتنسى اللعبه بنحله. ماشي بس برافو عليك، هتبقى ايه؟ الفور، لان لازم اشوف كل ايليمنت بتوع الاكس يظهر لي كفيرست بروجيكشن، يعني يظهر لي الاولاني اهو. التو ظهرت، الفايف ظهرت، يبقى ناقص الاي 4 اهي، يبقى الاي 4. تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. رقم 4 لوجين. ماشي يا مستر. R1 هتبقى فانكشن. خلي بالك الرينج بتاعها. طيب بس دي واحد، السؤال ده مش تشوز، ها؟ يعني ممكن يطلع أكتر من حد فانكشن. تمام. R1 تبقى فانكشن. تمام. والرينج 1 و9. 1 و9 برافو. ماشي. وR2 برضه فانكشن. فانكشن تمام. والرينج 1 و9. 1 و4 و9. كله متابع معايا صح؟ ها؟ R3. R3 not function. Not function. Not function. طب والرينج؟ ما فيش. ايوه كده. تمام برافو عليك. ما دام نوت فانكشن ما تقوليش رينج يا مستر. مفيش رينج في الايه؟ الرينج ده في الفانكشن بس. تمام. نمبر 3 ونمبر R4 نوت فانكشن. عشان التو والفور مش التو بس، ماليش دعوه بالفور. فور مع نفسها، انا ليا التو. التو لازم يخرج منها R.
تمام، برافو عليك. ماشي نمبر 5 ملك، ملك سامح، جيتي للملعبة كانت يا ملك، يلا حظك بقى. ها ها، نعرف نقولهم كلهم ولا تقولي واحدة بس؟ طيب الوان، الوان خارج منها ايه؟ انا هساعد، هساعد انا عندي بص الوان خارج منها سهم واحد. ماشي سهم واحد، والتو خارج منها سهم واحد، التو خارج منها خارج منها اثنين. اه يبقى نوت فانكشن خلاص. تمام تعالي هنا الوان، الوان اهي منه ثلاثة نوت فانكشن. لا ركزي معايا، الوان السهم طبعا رايح، فيه رايح وفيه جاي مش كده؟ الوان خارج ادي سهم اهو خارج، لكن في اثنين جايين لها، ماليش دعوه بيهم دول ما تبصلهمش، بص للي خارج. الوان خارج منها سهم واحد خلاص. التو تعالي للتو، خارج منها سهم واحد. تمام ثري واحد خارج واحد جاي واحد ماليش دعوه بيه. اه يلا يا مالك. ها تبقى فانكشن والفور طلع منها واحد. الفور برضو خارج منها سهم واحد يبقى فانكشن، كل اليمنت خرج منه ار واحد بس. طب الرينج بقى، انا ملاحظ ان كلهم رايح لهم اسهم ما عدا حد اللي شايفه كده قاعد لوحده ومطلع ار بس لوحده. 3 رايح جاي اهو، في رايح جاي، في سكه رايح جاي، لكن في حد السكه رايح مش مش راجع. انتو انتو تمام برافو. يبقى الرينج 1 و 3 وايه و4 و4 تمام. طيب يلا هنا ال 1 هنا هي 1 ال 1 خارج منه واحد. وال 2 خارج واحد، 3 وال 3 واحد. لا حذف 3 اهو جاي له. لا ال 3 مفيش، 3 جاي له، يبقى هي نوت فانكشن. طيب واحدة بس هي اللي طلعت فانكشن. تمام طيب عندنا ملك اشرف لسه ما دخلتش. طيب احمد خالد، احمد يلا يا احمد. ها هتعرف تقول لي في الكارتيزيان برودكت، الكارتيزيان دايجرام، ها نعرف نقول الفانكشن ازاي؟ حددها ازاي؟ قلتها انا وانا بشرح كده معايا. ها قلت لحضرتك هتبقى بص كل عمود، كل خط رأسي، كل فيرتيكال لاين في علامة واحدة،
تمام؟ كل vertical line في علامة واحدة. ها؟ يعني بص كده أدي خط أهو بتاع الـ A في علامة واحدة. الـ B في علامة واحدة. C سوري الـ C علامة والـ D علامة والـ E علامة، يبقى دي إيه؟ function. تمام؟ ماشي؟ يبقى هنا كل الـ elements إيه؟ كل عمود فيه علامة واحدة، يبقى دي function. دي function. بس حضرتك مش الأشكال كلها يعني الأشكال كل شوية مختلفة من ناحية النقط أو كده، فحاسس إن في لخبطة في المنطقة دي. ناحية إيه تاني كده؟ قصدي حضرتك في حتة فانكشن ونوت فانكشن كل شوية الأشكال بتختلف عن بعضها، اللي بيجيب لي فيه نقط. ثواني ثواني كده إيه؟ ده كده اسمه إيه الأولاني ده؟ ده اسمه أرض يا جراب مش كده؟ أيوه. واللي تحت ده اسمه ايه؟ ارو دياجرام برضه. ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت؟ تمام. ايه الفرق؟ حد يقول لي كده؟ ايه الفرق بين بين الرسومات دي والرسومات دي؟ الاثنين ارو دياجرام لان بالاسهم. تمام؟ الفرق ان ده هنا في تو سيتس، تو سيتس مختلفة، لكن هنا على سيت واحدة. أنا هنا عندي سيت واحدة اللي هي 1 وال 2 وال 3 وال 4. تمام؟ هنشوفها برضه في الحل واحنا بنحل في الاكسرسايز. يعني لما تبقى من ست على نفسها برسم الرسمه بالشكل ده. وممكن ارسمها زي اللي فوق برضه. تمام؟ لكن الاثنين دول اسمهم ار دايجرام، ودي بقى اسمها ايه؟ كارتيزيان دايجرام اهو كاتبها اهو. وش اوف ذا فولوينج كارتيزيان دايجرام، مش انا لما شرحت الحكايه دي قلت اهو كده. اهي. مش انا قلت ده ار دايجرام وده كارتيزيان دايجرام. هو في السؤال ممكن يقول لي represent by R diagram أو represent by Cartesian diagram. السؤال ممكن يقول لي كده represent by R أو represent by Cartesian. اللي بيختار هو اللي أنا بعمل دي. تمام؟ نشوف دي كده يبقى ده Cartesian. ماشي يبقى الرينج هنا إيه بقى؟ ها؟ A B C E. بص الرينج بقى، بص هنا اهو الخطوط الافقيه اللي فيها علامات اهو، كل خط افقي فيه علامه يبقى كلهم A و B و C و D و E. تمام، تعالى هنا كده يلا قول يا احمد. ها الخط الخط الاولاني فيه علامتين. تمام، يبقى هنا ايه؟ نوت فانكشن. نوت فانكشن من الاخر كده من اول ما بدات، وبرضه البي مش ما فيهاش علامات خالص، بس هو كفايه عليا سبب واحد. تمام، طيب اللي بعدها فانكشن، اللي بعدها فانكشن. تمام تمام، برافو عليك. فانكشن الرينج بتاعتها ايه؟ 3. تمام، كله هنا بص مفيش حد، خط الافقي العلامات كلها عند 3، يبقى دي الرينج. تمام، لا في علامه عند الفور ولا عند الفايف ولا عند الشو ولا عند، يبقى الرينج هنا 3 بس. تمام، نشوف سؤال تاني. كنا مع احمد تاني واحد، مع عمر. يلا يا عمر. ايوه، مديني هنا الست اللي يهمني في الموضوع عشان تبقى فانكشن الست اكس. عايز اشوف الاكس دي موجوده في الفيرست بروجكشن مره واحده بس، ولازم تبقى موجوده. يعني اشوف الاي، اشوف البي، اشوف السي، بس كل واحده مره واحده بس. يبقى اول واحده دي فانكشن ولا لا؟ لا. ليه؟ ما بسيبش فيها. بالظبط كده، برافو عليك. ادي الاي والبي، السي مش موجود، يبقى نوت فانكشن. طيب الثانية، ها برضه مش فانكشن عشان بي متعادلة مرتين. بالظبط كده، برافو عليك. وده السبب اللي اكتبه لو سألني give reason اهو، give reason because each element sorry because element B has two arrows او represent as a first projection two times مرتين، وسبب واحد هنا بقول له C not represent. تمام، الثالثة التانية هتبقى فانك، التالتة قصدي معلش هتبقى فانكشن. فانكشن، تمام، دي فانكشن. الرينج بتاعتها بقى
هتبقى لحظة أرنج بس معلش ال 4 ال 2 وال 4 انت في 3 لسه في 3 ها؟ معلش معلش هتبقى 2 وال 8 وال 10 2 وال 8 وال 10 تمام ماشي ار 4 دي نوت فانكشن نوت فانكشن عشان الاي موجوده مرتين والبي موجوده مرتين ماشي سبب واحد كفايه تمام برافو عليك يا تعال نشوف بعد كده نمبر 3 مصطفى برضه يهمني الست الاولانيه هي من فروم اكس تو اكس من اكس لنفسها تمام 1 1 2 2 3 3 4 4 تمام مصطفى تمام يلا اول واحده دي فانكشن ولا لا اول واحده فانكشن فانكشن ليه ادي 1 2 3 4 مش مهم الترتيب يعني مش مهم ما انا ممكن يجي لي 2 1 3 4 ماشي صح بس المهم ان يظهر لي الاليمنت الاولاني اكس مره واحده بس يبقى دي فانكشن الرينج بتاعتها بقى ايه؟ 1 و 2 3 4 1 و 2 3 4 تمام طيب تي 2 خدوا بالكم الفانكشن دايما برمز لها برمز اف ممكن اسميها تي ماشي اللي يريحك هو عايز يسميها تي براحتك ماشي ها 1 هتكون فانكشن 2 3 4 يبقى فانكشن تمام الرينج بتاعتها 3 بس تمام تي 3 دي تي 3 هتكون نوت فانكشن نوت فانكشن 1 4 1 1 عشان 1 2 1 مرتين اهي يبقى نوت فانكشن نوت تمام تي 4 ودي تي 4 فانكشن هيان راجع نفسك يا مصطفى لا نوت فانكشن عشان هم ثلاثة بس ثلاثة انا عايز الفور فين الفور؟ الفور مش موجودة يبقى نوت فانكشن ايوه تمام يا مصطفى شكرا ها اللي بعديها ملك اللي جاين سوري ماشي هجاوب طيب الار هتبقى نيجاتيف 3 و1 ايوه رينج ونيجاتيف 3 وال8 نيجاتيف 3 وال8 و1 وال2 1 وال2 وال4 وال4 4 وال4 تمام ماشي و is r a function لا not function not function why because negative 3 has two image تمام برافو عليك طب لو x مع 2 هي كم مع 2 x دي تبقى بكام مش فاهمه يا مستر هو ده الاوردر اللي انت شايفاه حاجه و 2 مش كده الحاجه دي ايه هتبقى ايكوال هتيكوال 1 1 يبقى الاكس دي 1 بيقول لك كام و 2 ال 1 و 2 بس تمام هو عايز الاوردر تبقى مين اللي مع ال 2 ال 2 رايحه لها منين من ال 1 1 و 2 انا كنت فاهمها حاجه ثانيه هي بس عشان اكس لخبطتني شويه ماشي برافو عليك طيب نيجي نحل دي كده ملك مش كده؟ حاضر هرسمها بس كده اهو دول تو سيتس عندي سيت اكس وسيت وار اكس يبقى 2 4 5 و7 والواي اما ارسمها بالارديجرام حتى لو مش طالبه مني بتبقى الدنيا بالنسبه لي سهله 4 و5 و6 و7 و9
تمام؟ بيقول لي A less than or equal B. دي الR دي الريليشن. A less than or equal B. تمام؟ يبقى 2 راح يعني لازم يكون ايه الاليمنت الاولاني اصغر من او ايكوال الاليمنت الثاني. تمام؟ طب 2 مع ال 4 2 مع ال 4 بس وال 4 مع ال 5 لا خلصي لي ال 2 خلصي لي ال 2 مع ال 5 ال 2 مع ال 5 ايوه وال 6 2 مع ال 6 وال 2 مع ال 7 وال 2 مع ال 9 ده ايه اللي هي صديق ماشي وال 4 مع ايه؟ 5 4 مع ال 4 ما تنفعش ما بيقول لي اور ايكوال 4 مع 4 وال 4 مع ال 5 وال 4 مع 6 وال 4 مع 7 وال 9 دخلوا في بعض والدنيا هتتلعب دلوقتي ها وال 4 مع ال 9 وال 5 وال 5 مع ال 4 وال 5 وال 5 مع ال 5 ايوه ها وال 5 مع 6 وال 5 مع 7 وال 5 مع ال 9 يعني السؤال ده لو جه في الامتحان اللي بيصحح ده يطلع عيب صح 7 7 مع ايه 7 مع 7 مع كده و7 مع ال هكتب الار هكتب بقى الكلام ده كله اما يتكتب بقى تبقى اوضح كتير ها ال2 مع ال4 وال2 مع ال5 وال2 مع ال5 مع كله يعني six. ماشي ار الار دي فانكشن ولا لا فانكشن دي فانكشن لا نوت فانكشن نوت فانكشن اكيد بالسولوس مش كده تمام طيب عايزها بالايه بالكارتيزيان دايجرام كمان يبقى انا هعمل له رسمه الكارتيزيان برضو اللي هي كده كده تمام دي كارتيزيان دايجرام اهو احط له هنا برضو 2 و 4 5 و 7 وهنا 4 و 5 و 6 و 7 و 9 هن ايه هنعمل بقى الشبكه كده اهو بالشكل ده اهو ال 2 مع ال 4 وال x اللي تحت اه طبعا ال x دايما تحت وال y 2 مع ال 4 مع ال 5 مع ال 6 مع ال 7 مع ال 9 5 مع ال 7 اه وال 4 مع ال 4 ومع ال 5 مع ال 4 ومع ال 6 كله برضه برضه تمام ال 5 بقى تبدا من ال 5 ال 5 مع ال 5 وانا طالع وال 6 وال 7 وال 9 وال 7 مع ال 7 وال 7 مع ال 7 وال 9 ما انساش بقى ان انا اكتب ارسم واكتب الار واقول له فانكشن ولا لا هو ما سالش هو من بدري كده ما سالش واقول له السبب ان كانت فانكشن ولا لا تمام شكرا يا مريم طيب نشوف احمد ها اكس 1 و 2 و 3 و 4 واي كتبها لي بالشكل اللي هو ايه اللي هو بتاع الصفه بتاعتها تمام واي ويل واي بيلونج تو ان واز ان ايفن نمبر ليس ذان اور ايكوال تو طب نكتب الواي الاول بالليستنج ميثود مش بالديسكريبشن ها يبقى ايه 0 4 0 بقى 0 2 4 0 2 4 و6 و8 و10 خلاص انا مش عايز دي بقى كده خلاص انا كتبت الواي كده تمام طيب ارسم برضو كده ارسم بالار دايجرام عشان اعرف ايه اوصل تمام هكتب هنا الاكس اللي هي 1 2 و 3 4 الواي 0 2 4 6 8 8 و 10 ها
تمام؟ يلا الريليشن هنا عندي ايه يا احمد؟ ال a equal half equal half b. اه a equal half b يعني ال 1 تروح فين؟ ال 1 مع ال 2. تمام. وال 2 تروح فين؟ ال 4. تمام. وال 3 وال 3 تروح لل 6. تمام. وال 4 وال 4 لل 8. تمام. هنكتب بقى ال r هنكتبهم بقى 1 2 1 2 4 3 و 6 3 و 6 و 4 و 8 4 و 8. طيب r write r represent كتبنا ال r اهي represent by arrow diagram خلاص show its function or not function دي ولا لا function function يبقى is function the relation is function تمام عايز ال range بتاعك 2 4 و 6 و 8 4 و 6 و 8. برافو عليك. ماشي اللي بعده. ها ايوه انا جين. ماشي هنا برضو عندي 2 sets اهم نرسمهم برضو. اهم x equal دي x ودي ال y negative 2 negative 1 1 و 2 وهنا عندي 1 over 8 1 over 3 1 3 8 تمام ال r relation from x to y ال a r b means كلمة means دي اللي بتيجي بعدها ال relation يلا يلا جي ها يعني أنا مستر؟ آه مال أنا ماشي يعني أنا لو خدت الـ element بتاعت الـ x عملته باور 3 يديني الـ element بتاعت الـ y تمام؟ يعني أنا أكتب أخد الـ negative 2 دي أعملها باور 3 تطلع كام؟ هتطلع نيجاتيف تطلع نيجاتيف 8 نيجاتيف 8 النيجاتيف 8 موجودة؟ لا موجود 8 بس ماليش دعوة مفيش نيجاتيف 8 خلاص يبقى مش هوصل حاجة طيب هاخد نيجاتيف 1 اعملها باور 3 تطلع كام؟ هتطلع نيجاتيف 1 موجودة؟ لا لا طيب هاخد ال 1 اعملها باور 3 هتطلع 1 موجودة وال 2 باور 3 موجودة بس ايه؟ ال 2 باور 3 هتطلع 8 موجودة طيب يبقى هقول له ال r equal 1 و 1 هت equal 1 وال 2 وال 8 تمام relation ادي ال relation طيب عايز ما سألش ان كانت function ولا لا بس طبعا انا هقدر اقول دي function ولا لا مش كده؟ لا not function not function طيب not function. انا ممكن بيقول لي ارسمها كارتيزيان اهو كارتيزيان دايجرام برضه بنفس الطريقه اهو نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 1 و 2 تمام؟ اوكي 1 و 1 وهنا برضه اعمل كده نفس الكلام اهو اللي هي 1 over 8 1 over 3 1 3 8 اهو ما فيش الا 2 ordered pairs اللي هي 1 and 1 اللي هي ال 1 وال 1 وال 2 وال 8 وال 8 بس بمنتهى البساطه تمام اللي بعده بالك ها هنا x 2 5 و 8 وال y اهي فين الـ فين الـ function فين الـ فين الـ relation مالك ايوه فين الـ relation؟ الـ y الـ relation الأول إيه؟ الـ 2 الـ relation الـ relation بتاعت المسألة فين؟ الـ relation بتاع المسألة اللي بعد كلمة إيه؟
بعد كلمة إيه؟ means. فين كلمة means أهي؟ أهي. إيه is the factor of B. الفانكشن. إيه اللي هشتغل عليها؟ مش كده؟ أدي الـ X وأدي الـ Y. 2 و 5 و 8. والـ Y 10 16 24 و 30. تمام؟ إيه is the factor of B؟ يعني إيه factor of B؟ A is a factor of B يعني ال B divisible by A يعني ال B ينفع نعملها divided على A تتقسم على A تمام؟ يعني 10 divided 2 موجود 5 يبقى بنقول 2 is a factor of 10 وال 5 factor of 10 تمام؟ من عوامل ال A من عوامل ال 10 من عوامل ال 10 2 و 5 ماشي بس انا فهمت حته الفاكتور دي تاني عشان مش فاهمها حاضر حاضر يبقى ال A factor of B تمام A factor of B دي عكس A يعني معناها ان B divisible يعني ايه divisible؟ يعني يقبل divided يقبل القسمة divisible by A يعني عكس بعض يعني ال A من عوامل بي يعني انا مثلا لو جيت قلت 12 الفاكتورز بتاعت 12 ايه؟ ايه اللي بيدي 12؟ ال 1 تايمز 12 صح؟ و 2 تايمز 6 ايوه و 3 تايمز 4 تمام؟ يبقى دول اسمهم فاكتورز اوف 12 يبقى الفاكتورز بتاعت 12 1 و 12 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 طبعا تمام؟ يبقى دول اسمهم فاكتور عوامل اللي هم ايه اللي بيتقسموا عليهم ممكن اقسم عليهم لو واخدنا في ابتدائي في سنه رابعه تمام ماشي طيب الفاكتورز عكس الديفيزبل تمام يبقى انا هنا كده ايه التو فاكتور لمين يعني مين اللي بيقبل اسم على التو في النمبرز دي بالبلدي بقى كده ها شلوجين اللي معايا ولا ملك انا ملك مالك يلا يا مالك ها يعني يعني مين divisible by 2 مين في دول بيبقى الاسم على 2 10 و 16 و 24 و 30 ال 10 10 بس ال 10 وال 16 ايوه كلهم 16. يعني 16 اه كلهم صح اه 2 ال 10 و 16 و 24 وال 30 طب وال 5 ال 5 مع 10 بس بس اول 30 تمام وال 8 وال 30 ايوه وال 8 مع وال 8 مع ال 16 وال 24 يبقى الار هنكتب بقى كل ده 2 و 10 2 و 16 ها نكتبهم بقى كلهم 2 و 24 و 2 و 30 و 5 و 10 5 و 30 8 و 24 و 8 وال 16 اه هنعملها بالارو دايجرام ده الارو دايجرام والكارتيزيان زي ما قلنا فانكشن ولا لا؟ طبعا واضحه قوي يعني فانكشن ايه؟ ازاي بقى؟ ايه يا ملك ده ازاي؟ اه لا نوت فانكشن اه ليه؟ عشان كل اليمنت خارج منه اسهم كتيره فاقول ان التو خارج منها مور ذان 1 ارو نوت فانكشن طيب ال 2 has more than arrow تمام؟ طيب نشوف اللي بعدها احمد نفس الكلام يلا هنرسم برضو هنا تمام يلا 2 x x 2 و 3 و 4 وال y 6 و 8 و 10 و 11 و 15 تمام A divides B A divides B نفس الفكرة بتاع factor هي divides زي factor بالظبط تمام تمام يلا قول التو مع مين مين اللي بيبقى الاسم مع ال 6 وال 8 وال 10 وال 10 تمام وال 3 مع 6 و 15 مع 6 وال 15 تمام وال 4
مع ايت. مع ال ايت، تمام ماشي. دي رايز ذا ريليشن، ما قاليش هاد فانك طبعا ايه نوت فانكشن، مش كده؟ اي تمام. طيب ناخد واحدة تانية. ها هنا مين اللي عليه الدور؟ عمر. يا حضرتك اي متهيألي انت بالظبط كده، ده اللي انت سألتني فيه. يلا يا سيدي جات لك اهي. ها هنا بقى ممكن اعملها نفس الطريقة اللي هم تو سيتس بالار وكده قصاد بعض، وممكن اعملها كده. هنعملها بقى المرة دي كده، هو ده الأفضل طبعا لما تبقى ست واحدة، ست اون اتسيلف، ست على نفسها. تمام 6 و4 و2 اهو، تمام، ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 نكتبها، احنا بنكتب في اي حته مش مشكله، و0 ونيجاتيف 6 ممكن نكتبهم كده في اي حته، ممكن نحطهم جوه برواز كده على بعضهم، يعني ممكن نروح جايبين كده ايه رسمين خط كده اهو، نقفلهم كده في ريكتانجل او في سكوير بالشكل ده. تمام يلا بيقول لي ايه بقى، ايه الريليشن هنا؟ ايه ايه از اديتيف انفيرس؟ يعني ايه اديتيف انفيرس؟ عشان انا الامانه ناسيها. الاديتيف انفيرس يعني غير للاشاره، ساين البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف. تمام بس يعني ال 6 مع مين؟ تمام يعني ال 6 مع نيجاتيف 6. تمام والنيجاتيف 6 مع مين؟ مع 6. مع 6 والزيرو مع مين؟ اتسلف اتوقع مع نفسها، تلف حوالين نفسها كده. ال 4 مع مين؟ نيجاتيف 4. والنيجاتيف 4 مع مين؟ مع 4. تمام وال 2 مع نيجاتيف 2. والنيجاتيف 2 مع ال 2. ال 2 يبقى الار هنا ايه؟ هنكتب كله، ما تقوليش 6 والنيجاتيف 6 وتسكت، لا تقول لي نيجاتيف 6 و6. تمام الزيرو مع الزيرو، الفور مع النيجاتيف 4، والنيجاتيف 4 مع الفور، والتو مع النيجاتيف 2، والنيجاتيف 2 مع التو. تمام طيب تمام رايز ار ان ارو دايجرام، ده الارو دايجرام، ولو رسمناهم قصاد بعض بتمشي صح، بس دي الاصح لما تبقى ست واحده برسمها مرة واحدة، ما ينفعش اكتب مرتين. طيب ارو دايجرام، هل دي فانكشن بقى ولا لا؟ لا لا ايوه 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 فانكشن. بص function. بص للاليمنت الاولاني 6 نيجاتيف 6 0 4 نيجاتيف 4 2 نيجاتيف 2 كلهم موجودين اهم. صح في حاجة اتكررت؟ لا. في حاجة ناقصة؟ لا. تمام يبقى فانكشن. تمام ماشي. الرينج بقى بتاعتها ايه؟ اللي هم السكند بروجيكشن نيجاتيف 6 و6 و0 ونيجاتيف 4، طبعا مش هم الترتيب زي ما قلنا في السيت، والنيجاتيف 2 و2. تمام ماشي تمام. اللي بعدها مصطفى، هنا برضه نفس الكلام، ست واحده يبقى عندي 0 وعندي 1 وعندي 2 وعندي ايه هاف. المرة دي مالتيبليكيتيف انفيرس، مالتيبل ايه مالتيبليكيتيف انفيرس مع الايه مع البي. تمام مالتيبليكيتيف انفيرس يعني ايه؟ يعني شقلب، يعني ايه شقلب؟ يعني 2 over 3 تبقى 3 over 2، 4 over 5 تبقى 5 over 4. يبقى ال 1 تبقى ايه؟ تمام ها ال 1 تبقى ايه؟ ال 1 هتبقى هاف، ال 1 هتبقى لا مع سوري سوري ال 1 ال 1 مع نفسها، لا سوري صح تمام مظبوط، ال 1 مع نفسها والهاف مع ال 1 هتبقى ال 1. مستر صوت حضرتك بيتقطع. طيب ماشي عيد تاني عيد تاني عيد تاني. ها ال 1 مع ايه؟ مع نفسها. تمام سامعني كده؟ ايوه 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 ال 1 مع نفسها والهاف مع ايه؟ مع ال 2. مع ال 2
والتو مع الايه؟ مع يلا قول لي كده ابدع كده، والزيرو مع ايه؟ مع السيلف. مش بقول لك ابدع. الزيرو مع ايه؟ زيرو اوفر كام؟ اوفر 1 مش كده؟ اما نقلبها تبقى ايه؟ ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها 1 اوفر 0. تمام؟ يبقى الزيرو مش مع حاجه. ايوه ما ينفعش. تمام؟ ما يضحكش علينا بقى في الحاجات دي. يبقى ال 1 مع ال 1 وال 2 مع الهاف، ها؟ والهاف مع ال 2 وبس. عشان خاطر الزيرو ده الحكايه دي مش هتبقى ايه؟ فانكشن نوت فانكشن. ليه؟ علشان الزيرو مش خارج منه ايه؟ مش خارج منه سهم، has no R. تمام؟ حضرتك معلش مالتبليكيتف انفيرس اللي هي نشقلب نقلب نقلب نقلب. تمام؟ يعني 2 over 3 تبقى 3 over 2. ال 2 2 طبعا over 1 هنقلبها تبقى 1 over 2. لكن ال 0 over 1 ما تتقلبش، مفيش حاجه اسمها 1 over 0. تمام؟ ماشي؟ طيب واحده كمان اهو. ايه اذا مالتيبل اوف بي؟ ايه اذا مالتيبل اوف بي؟ الدور عند مين؟ صفا؟ عندي انا يا مستر. عندي انا لوجين. ماشي. الاي 1 و 2 و 4 و 6 و 10 اهو، ما دام هي ست واحده يبقى تتكتب كده برضه كمان مره، لو هتكتبوه قصاد بعض ما فيش مشكله. تمام؟ ايه اذا مالتيبل اوف بي؟ مالتيبل يعني ايه؟ مضاعف. الايه مضاعفات البي، يعني اضرب كل حاجه في نفس، صح؟ يعني مالتيبل زي ديفيزبل، يعني الاي تقبل اسم على البي ديفيزبل. طيب يعني ال1 تقبل اسم على 1؟ اه ليه؟ ما 1 اوفر 1 ب 1 عادي مش حاجه. طب ال1 ديفيزبل باي 2؟ لا مش هتنفع. اه لا هتنفع هتنفع. لا العكس اللي ينفع، 1 ديفايدد 2 ما ينفعش، 2 ديفايدد 1 ماشي صح ولا ايه؟ ينفع اعمل 1 ديفايدد 2؟ ها؟ لا لا اه ال 2 مالتيبل لل 1 ماشي. تمام؟ طيب ال 2 مالتيبل لل 1 اوكي؟ وايه كمان؟ وممكن وممكن كمان ال 2 مالتيبل لل 4؟ لا ال 4 هي اللي مالتيبل لل 2. ها ال 4 تقبل اسم على، معلش انا مش فاهمه هو كلمه ديفيزبل، هو ينفع اعمل 2 ديفايدد 4؟ 2 ديفايدد 4 لا ما ينفعش. اهو لكن 4 ديفايدد 2 ماشي. تمام؟ يبقى 4 ديفيزبل باي 2 او 4 مالتيبل لل 2. ال 6 مالتيبل لمين؟ مالتيبل لل 1 بس، وال 2 كمان، ال 2 معايا كمان. يبقى 6 مالتيبل لل 1 ولل 2، لان ال 6 ينفع اعملها ديفايدد 2 و 6 ينفع اعملها ديفايدد 1. تمام؟ وال 10 تنفع ديفايدد 2 وتنفع ال 1. تمام 1 و 2 تمام، ما تنفعش على ال 4 ولا على ال 6 طبعا. ها؟ ايوه طبعا. واضح طبعا ان الشكل ايه؟ نوت فانكشن. هي نوت فانكشن. اه واضحه قوي. بيكوز سبب واحد 10 هاف بيكوز 10 اند 6 هاف 2 ايمجز. اه سبب واحد كفايه. تمام ماشي. طيب ده كده كان موضوع بتاع الريليشن. تمام كده خلصنا موضوع الريليشن وكده الحمد لله. تمام اعتقد موضوع الريليشن ده كده كويس، فاضل بس درسين صغيرين في اليونت دي ويبقى احنا خلصنا فيرست يونت في ال... تمام؟ هبعت لكم برضو الشرح والكلام والفيديو ان شاء الله والهوم ورك برضو، مش عارف في كويز عليها ولا لا. تمام؟ مش في اي اسئله؟ لا حضرتك. لا السلام عليكم. لا شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله.